طيب، ده كان موضوع الحقيقة بيبعث على التفاؤل، بيبعث على الأمل في الحياة، بيبعث على الطاقة الإيجابية، الرغبة في الانتصار على المرض الصعب، وإيه إن إحنا الحياة بتستمر، وإن شاء الله الحياة بتستمر ليك ولكل زملائك من نزلاء هذا المستشفى العظيم. طيب، نكمل موضوعات برنامج 90 دقيقة. عبارة الحقيقة بتقول نروح لمين؟ ده لسان حال طالبات كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، واللي بتضم الكثير من الفتيات المغتربات والمقيمات في السكن الجامعي. فوجئت الطالبات بعد ظهور نتيجة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لعام 2017 بأن جميع الفتيات بالدفعة الثانية راسبنا في جميع المواد ولم ينجح أحد، على الرغم من تفوق الفتيات في العام اللي فات. طيب، تعالوا نتابع مع بعض مقطع فيديو كده ونرجع نتحاور في هذا الموضوع، ونحاول يعني نشوف يعني ايه اللي خلى النتيجة لم ينجح احد. عملت اكتر من وقفه صح؟ عملنا وقفات كتير جدا، وكل ما ندخل للعميده جوه تورينا ورقه اللي هي الاحصائيه بتاعتنا، وتقول لنا دي الاحصائيه بتاعت الرقم بتاعتنا. تمام. الاحصائيه كان مكتوب عليها 2017، بعد فتره بعد ما احنا عملنا احصائيه جديده خرجت لنا دي الاحصائيه دي بتاعت السنه اللي فاتت، والوكيله غلطت وكذا. طب الوكيله غلطت ازاي؟ ازاي حد يبقى مسؤول يغلط في حاجه زي كده؟ المشكله ان النتيجه بتاعتنا ظهرت، واغلب الدفعه شايلين، واغلب الدفعه هيعيدوا السنه. احنا بناخد في الترم ده 7 مواد. تمام. في مننا بنات هتشيل ال7 مواد، لان كلهم جايبين في ال7 ضاد ضاد ستار ضاد دي، كده شايلينها كده عايزين السنه. تمام. وفي بنات شايله 4، في بنات شايله 5، في بنات شايله 6، على حسب يعني اللي معديين. يعني مثلا الدفعه بتاعتنا احنا بس 271 بنت، اللي طالع منها صافي 26 بنت طالعين صافي مش شايلين حاجه، بس التقديرات بتاعتهم مقبول، جيد، مقبول 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 مقبول. بس هي المشكله ان احنا دفعه اجتماع النساء وعددها قليل، هي حوالين 271 بنت. الدفعه معظمنا فيها سائد وشايل مواد، وفي ناس شايله بال7 مواد كلهم. واحنا لما اتكلمنا مع العميده واتكلمنا مع الدكاتره، بغض النظر عن اسلوب الدكاتره الوحش يعني معانا، ان العميده قالت ان ما لناش درجات. طبعا دي كانت تغطية لموقع البوابة نيوز، وبنشكرهم طبعا على هذه التغطية وعلى الحوارات مع عدد من الطالبات. بس الحقيقة انا ما فهمتش برضو لغاية دلوقتي يا ترى كان ايه السبب في رسوب عدد كبير جدا من طالبات هذه الكلية. معايا دلوقتي لمزيد من الحوار حول الموضوع الطالبة جهاد عيد، وبقولك مساء الخير يا جهاد، انتي سمعاني؟ يا فندم سامع حضرتك. اهلا بيك يا جهاد. انا طبعا بعرض موضوعكم لانه بيثير عندي اسئله كتير وعلامات استفهام. والسؤال الاول طبعا يعني كانت مفاجاه بالنسبه لكم النتيجه لما اتعلقت، كان ايه السبب؟ والله يا فندم احنا لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه السبب. كل الموضوع ان احنا فجاه كده كنا مستنيين نتيجتنا زي كل مره، فجاه لقينا اغلب الدفعه ساقطين، وكل المواد تقريبا في بنات كتير شايله 7 مواد، في بنات شايله 6، انا شخصيا شايله 4. فمش عارفه ايه السبب، مع اننا بننزل تقريبا طول الاسبوع في الجامعه، بنعمل ابحاث، بننزل تدريب، ما بنقصرش مع الدكاتره، بنحضر محاضرات، وبنجيب الكتب بتاعت الدكاتره، وبنذاكر وبنمتحن. ما بنحضر، وفي بنات
راحت امتحان، بنت دخلت امتحان يا فندم وحلت فيه كويس وبعدين جابت صفر. طب ده لو هم هيدوها واحد اثنين لكن صفر مش معقول، يعني هي للدرجات دي هي سابت الورقه بيضه خالص ما كتبتش حاجه عشان تاخد صفر. طب اداره الجامعه يعني لما كلمتوا انتوا اكيد عندكم اتصال مع اداره الجامعه او على الاقل مع الدكاتره واساتذه الجامعه اللي بيدرسوا لكم، قالوا لكم ايه؟ يا فندم بعض الدكاتره قالوا لنا احنا اللي سقطناكم وهنسقطكم تاني وانتوا دفعه فاشله. ومع العلم حضرتك احنا مش دفعتنا بس، يعني مش تانية اجتماع بس اللي حصل معاها كده، بس في بنات من اولى، في بنات من تانية اقسام تانية، يعني المشكله مش عندنا احنا بس. يعني الدكتوره اتكلمنا معاها قالت انا اللي مسقطاكم وهسقطكم تاني عشان انتوا دفعه فاشله وانتوا مش نافعين. وغير كده كل الدفعه هي بتقول لكم كل الدفعه فاشله؟ ايوه يعني يا دكتور استاذ ما فاز، يعني لو في بنت فاشله اثنين فاشلين ثلاثه 50 لكن دفعه فيها اكتر من 800 بنت يعني لغايه ده يعقل؟ الدكتوره سماح عبد الغني استاذه الماده رفضت، استاذ علم الاجتماع رفضت انها تعمل مداخله مع البرنامج وقالت انا ما عنديش رد او ما هيش مستعده للحوار على الهواء كده مباشره، بس واضح ان في لغز في الموضوع ولغايه دلوقتي انا مش قادر افهمه. انا يا ريت تعلي صوتك يا جهاد معلش. طيب كده كويس؟ اه كده افضل شويه. طيب دكتوره سماح من الناس بجد، هي دكتوره محترمه جدا وكلنا بنحبها. لما لقيتنا واقفين قدام مكتب العميده وعمالين نتظاهر لان احنا عملنا كذا مظاهره جوه الجامعه، بس والله ما كسرنا ولا عملنا اي حاجه، كل اللي احنا بنعمله كنا بنطالب حقنا وبس. المهم الدكتوره شافتنا واقفين فنبهت على بعض البنات منهم انا. قلت لها يا دكتور الدرجات دي بتاعتنا، وريتها النتيجه على الموبايل لان هم منزلينها في لينك. يا دكتور دي الدرجات بتاعتنا، حبيتك لما بتعلمي كانت الدفعه كلها اغلبها شايل الماده بتاعت حضرتك. قالت لي دول نص يا بنتي، انا وانا بصحح اثنين او ثلاثه شايلين الماده بس، ازاي بقى اغلب الدفعه شايله الماده؟ وقالت انتوا حالين كويس جدا. بعدها اتقالنا كلام ان الدكتور سماحه حاولت للتحقيق وقالوا ان هي اللي بتحرضنا على المظاهرات. والله والله دكتور سماح ما تعرف عننا حاجه غير اليوم اللي قابلتنا قدام مكتب العميده وبتسال في ايه، وقالت لنا بالنص برضه انا هرجع للكنترول لان كده في حاجه غلط. من بعدها واي حد بيسلمها انا ماليش دعوه بالموضوع والبنات يقولوا اللي يقولوا. طيب اداره الجامعه بقى بتقول لكم ايه؟ اداره الجامعه مشكوره على دماغنا من فوق دكتوره رقايه عميده الكليه، دخلنا لها بس دخلنا اكتر من خمس ست مرات، قعدنا معاها شرحنا المشكله. يا بنات انا هشوف المشكله، قدموا شكاوي، قدمنا مره واثنين وثلاثه وخمسه، طب فين الرد يا دكتور؟ مفيش رد، مفيش رد خالص، بنروح نسال دي درجاتكم وانا مش قادر اعمل لكم حاجه، انتوا مش تاخدوا درجات. طب يا دكتور احنا حلين، احنا حلين ومقدمين. طب بقول لك يا جهاد انا عشان بس ابقى معلوماتي دقيقه في الموضوع ده، انتوا كام بنت في الدفعه؟ دفعتي انا 271 بنت، الدفعه بتاعتي انا بس. طيب نقول 271 يعني قريبا كده 270 بنت، مفيش ولا بنت نجحت كله سقط؟ لا يا فندم، في 26 بنت مننا خارجين صافي، التقديرات كلها مقبول. حضرتك تقدر تشوف النتيجه، الصفحه الدوره نيوز منزله لينك النتيجه بتاعتنا، حضرتك ممكن تخش بنفسك وتطلع على النتيجه. طب قولي لي، ما انت على الهوا قولي لي النتيجه ايه؟ انتوا 271 كام واحده سقطت؟ اتطلع من ال 271 26 بنت بس اللي نجحوا، ونجحوا بتقدير مقبول. 26 ناجحين بتقدير مقبول والباقيين كلهم رسوب. رسوب كلهم، كلهم اغلبنا هيعيد السنه. وبعدين يا فندم في قرار جديد بيقول ان اللي هيعيد السنه هيدفع 12000. طب احنا اهالينا اصلا مش راضيين ينزلونا الجامعه تاني لان احنا هنعيش وهيدفعوا مصاريف تاني، فالمفروض ان هم يحسوا. معلوماتي ان ده مش 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 قرار جديد يا جهاد، معلوماتي ان ده مشروع قانون متقدم في البرلمان، فخلينا الموضوع خلينا ده على جنب. انا بس بلاش نتفرع، انا عايز اعرف ايه سبب الرسوب؟ هل انتوا فعلا ما حصلتوش الدروس وما ذاكرتوش وبالتالي ما تستحقوش النجاح، ولا انتوا في اضطهاد ضدكم؟ لا هو يا فندم في حاجه غلط اكيد، يعني مش كلنا شاطرين، مش كلنا ما حليناش، يعني افترضنا انا واحده فاشله وما بذاكرش وما بروحش وما بجيبش ابحاث وما بعملش حاجه،
هل يقع الدفعه كلها تبقى ساقطه؟ الدفعه كلها ما بتمتحنش، الدفعه كلها ما بتذاكرش. طب العام الدراسي اللي فات او الترم اللي فات على طول كان النسبه كام؟ العام الدراسي يعني في واحده كانت جايبه الترم اللي فات امتياز، السنه دي شايله بتاع 6 مواد. في بنت جايبه جيد جدا، انا واحده من الناس كنت جايبه جيد. تمام؟ السنه دي شايله 4 مواد، يعني هعيد السنه. طيب هو الموضوع، انا بشكرك طبعا جهاد عيد، احدى الطالبات اللي بيتعرضنا لهذه المشكله. الموضوع بالنسبه لي غامض، لو البنات دول ليهم حق لازم طبعا ياخدوه، ولو ما لهمش حق احنا محتاجين ان احنا نعرف ما لهمش حق ليه، وليه ارتفاع الملحوظ في نسبه الرسوب. هل ممكن يكون في تعمد من استاذ الماده؟ هل عميد الكليه ورئيس الجامعه متابعين هذا الملف وليهم راي في الموضوع؟ هل محاولين ناس للتحقيق على بال ما تظهر نتائج التحقيق هيبقى في اعاده نظر في تصحيح الورق بتاع الامتحانات؟ مش عارف، في موضوع بيشكل علامه استفهام، وفي راي عام محتاج ان هو يحصل على اجابات. والكوره الحقيقه في ملعب من بيده الامر، وهو رئيس الجامعه وعميد الكليه واستاذ الماده، وفوقيهم بقى وزير التعليم العالي، لان طبعا في شفنا احنا المقطع اللي كنا بنعرضه عليكم من شويه، احتجاجات، ويعني مش عايز اقول عليها مظاهرات، بالنسبه لي هي وقفه احتجاجيه. الناس بتقول يا جماعه انتوا سقطتونا كده كلنا ليه؟ وفي زي تعسف في اظهار النتيجه سلبيه بهذا الشكل. احنا هنحقق في الموضوع على فكره، ومش هنسيبه، علشان على الاقل علامات الاستفهام دي كلها اللي احنا طرحناها نحاول ان احنا يعني نلاقي اجابات ليها، عشان بس تبقى المساله يعني منطقيه يعني. طيب